احتفالا بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسيه بين الاوروغواي ولبنان، معرض باسواق بيروت حمل عنوان ابتكارات الاوروغواي، واللي ضم اعمال فنيه وحرفيه ووثائق تاريخيه، بالاضافه لحضور مميز للفنان برونو صفير يلي قدم معرض تحت عنوان سوبتيليتي. استضافت أسواق بيروت بسوق الذهب معرض تحت عنوان ابتكارات الأوروغواي، بحضور معالي وزير الثقافة السيد ريمو عريجي وسفيرة الأوروغواي دكتور مارتا بيزانيلي. نظم هيدا المعرض احتفالا بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين الأوروغواي ولبنان، وضم مجموعة من أعمال فنية وحرفية مبتكرة وقيمة من الأوروغواي. علم لهجرة هو عنوان المشروع الجديد يلي بقدم منح لعدد من الطلاب اللبنانيين ليتابعوا تعليمهم بأهم الجامعات الأسترالية، وذلك بالتعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة كامبرا الأسترالية. تفاصيل أكثر بهالتقرير. في سبيل توطيد العلاقات الأكاديمية بين لبنان وأستراليا وتحسين صورة الطالب اللبناني بأستراليا ولتجنب سبل الهجرة والالتزام بالسلك الأكاديمي، فضلاً عن توجيه النظر إلى أستراليا كبلد للدراسة وليس للهجرة، قام فريق عمل ذو خبرة عالية بتوقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة كامبرا الأسترالية، مما شجع الجامعات الأسترالية على تقديم المزيد من المنح الدراسية للطلاب للاستشارات. وبهيدا الإطار بشر الفريق نفسه بالتعاون مع شركة إعلامية بإطلاق حملة طلاب علم لهجرة، وانطلق المشروع من خلال حفل عشاء أقيم بفندق الموفامبيك. نحن اليوم عم نطلق حملة طلاب علم لا هجرة بطلب من وزارة الخارجية اللبنانية من سفارتها بأستراليا، تطوير العلاقات الأكاديمية والثقافية بين لبنان وأستراليا. تم الحصول على عدة منح من الجامعات الأوروبية والأسترالية والنيوزيلندية كما الأمريكية لدعم الطالب اللبناني بمسيرته الأكاديمية. جزء من المنح بيجزئها الطالب بتروح لمصلحة جمعيات خيرية عم تهتم فيها سفراء المشروع يلي هن توني بارود، ماجي بيغوسن ودانيالا رحمة. Thank you. Stand up for the clean.
حلقة الليلة من أجندة. إذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم الفنية الثقافية والاجتماعية، ما تنسوا ترسلونا على البريد الإلكتروني agenda@future.com.lb، وكمان فيكم ترجعوا تشوفوا الحلقة على العنوان التالي futuretvnetwork.com، وأيضا فيكم تعملوا لايك لبيج على الفيسبوك وهي Agenda on Future TV، ويو كان فولو مي على الإنستغرام على زينة جامبي وهي كلمة واحدة. بتمنى لكم أحلى الأوقات. باي.